فتيج او اير كرافت كومبوننتس ايه معناه؟ زي ما قلت من دقايق كده ان لو بصينا على المنظر ده بقول لك ان الفتيج بيختلف عن المودس الاخرى بتاع الفيلير. فيه تايم ديبندنت فيلير وتايم اندبندنت فيلير. التايم اندبندنت هو اللي سمعنا عنه، ما بيعتمدش على الوقت، بمعنى ان الاستريس يوصل للماكسيمم سواء كان ماكسيمم تنشن او ماكسيمم كومبريشن او ماكسيمم شير يحصل الكسر. اما التايم ديبندنت فيلير فمختلف، لان عندي لود اقل يحدث الميكانيزم الخاص بي يؤدي الى فيلير عند لودس اقل. ايه بقى الفيلير ميكانيزم؟ مجرد ان احنا بنشرح واحد منهم وهي كثيره، لكن هنا بقول لك مثلا الفاتيج ستارتس فروم اي ماتيريال سيرفيس كراك. ده مش الوحيد ولكن نمثله كده، يعني بيجي يحصل شرخ على السطح، يعني اثناء التشغيل اثناء التفريز الماتيريال اتخبطت فيحصل فيه شرخ على السطح. It may start from material inner crack، يعني ممكن الشرخ ده يكون داخل الماتيريال. يعني ايه؟ مثلا الماتيريال دي عبارة عن سيليكون كاربايد او نوع من الستيل فيه كربون، ونتيجة التحميل بتاعه حصل لود عليه، الكربون اللي جوه اتكسر فكون سيرفيس جوه، فيبقى ده اسمه انر كراك داخل الماتيريال. يعني الماتيريال ممكن يكون على السطح يا داخل الماتيريال. ايه النتيجة رحمكم الله؟ اندر لودنج بياند لوكال ييلد الكراك اوبنز. ويعني هنا مثلا الفكره بتاعت الكراك ان بيحصل شرخ هنا، ادي الماتيريال بتاعتي سواء كان داخلي او خارجي. وبعدين الماتيريال دي بتتعرض لسايكل، يعني الفتيج بيقتضي حدوث سايكل كلود. افرض الماتيريال دي انا ابتديت احملها كده بشد وضغط شد وضغط، يعني التحميل بتاعي بقى سايكليك، والابسط حاجه ان يكون سيمبل هارمونيك سايكل، يعني متعرض شد وضغط. فالجزء بتاع الشد ده الكراك اللي موجود هنا، ايه اللي بيحصل؟ الماتيريال دي بتشد فيحصل ليها ان الفتحه دي تكبر. الفتحه دي لما تكبر بتوسع شويه، يعني الكراك ده بيكبر نوعا ما. وبعدين لما الماتيريال تضغط يتقفل الماتيريال. لو ان السطح بتاعي الكراك سطحي نتيجه بنطه في الماتيريال نتيجه اي شيء، الكراك ده باندر تنشن بيتفتح. لما يتفتح بيوسع، بيوسع بيحصل عمق، وبعدين تضغط يوم يتقفل، وبعدين شد تاني يوم يتفتح حتة أزيد. النتيجة ايه؟ ان الفتحة دي بتستمر في الزيادة مع التنشن، مع الكمبريشن بتقفل، لما التنشن تزيد اكتر، لغايه ما الفتحه الطول الاجمالي بتاعها يوصل للقيمه اللي تخلي الجزء اللي بتحمل الماتيريال ده مش قادر يتحمل. فالنتيجه ان الماتيريال بيحصل لها فيلير على تنشن، يعني الفيلير النهائي على تنشن. بس امتى؟ بعد الماتيريال ما تتاكل، او مش بتتاجل، بعد ما الجزء اللي يقدر يتحمل اللود ده يوصل لمرحله كريتيكال.
وعشان كده بنقول ان الفتيج ده هيحصل لود الماتيريال، هيحصل فيلير الماتيريال عند لود اقل. يعني المفروض ان الفيلير بيحصل عند 40. 40 ده معناها ايه؟ ان لو جبت الماتيريال دي وشدتها ب 40 هتتقطم كل دي. لكن الفتيج بيعمل ايه؟ بيصغر الحته اللي المفروض بتتحمل، بيقلل الكروس سكشن لحد لما الاستريس اللي عند النقطه دي يوصل ل 40 هيتكسر. بس الفكره انه بيخلي جزء كبير من الماتيريال مش داخله معايا في المقاومه. يعني الفتيج بيحصل ايه؟ بيقلل الجزء من الماتيريال القادر على المقاومه لغايه ما يوصله لان يحصل له تنشن فيلير. فالنتيجه احنا بنشوف ايه؟ بنشوف ان الماتيريال ما عادتش مستحمله اللود الاساسي. وفي الحقيقه هو الاريا اللي بتقدر تستحمل اللود الاساسي بتقل، وده بيحصل مع الوقت نتيجه ان بيحصل كراك، مايكرو كراك صغير، وبيقعد يزداد يزداد يزداد، فبيقلل الماتيريال سيكشن اللي قادر على المقاومه. يعني اذا السبب بتاع يعني ما فيش سحر بيحصل ان الماتيريال ما تقدرش تشيل لود، لا هو بيصغر الماتيريال، بيصغر السكشن او الكروس سكشن اللي يقدر يقاوم. وعشان كده بيحصل مع الوقت، ده السبب في احتياجه للوقت. الماتيريال بتحتاج وقت عشان الجزء اللي بيقاوم الاستريس يقل الى ان يصل الى الجزء الكريتيكال اللي اللود اللي على الماتيريال هيكسر. عشان كده بنسميه تايم ديبندنت. اندر لودنج بيندر اليلد كراك اوبنز اب انفينيتيزمال بيرمننت ديفورميشن ويتش شو اب از ستيريشنز. الاجزاء الكراك ده، الكراك ده لما بيكتر الاقي لو انا خدته مع الوقت هلاقي بعد شوية ان الماتيريال دي اهي عملت هنا كراك، الاقي بعد شوية الكراك ده كبر، بعد شوية الكراك ده كبر اكتر، بعد شوية الكراك كبر اكتر، بعد شوية الكراك كبر اكتر، لغاية ما اوصل لان الحتة دي مش قادرة تقاوم يحصل فيها. ده المنظر اللي بيبان بيه ان الكراك ده بيتكسر على شكل ملاحظ في الماتيريال، رغم ان انا ما بشوفش الكراك لكن بشوف اثر. الاثر بتاعه يعني لو ده ماتيريال في هنا كراك، بعد شويه الاقي الحته دي توسع. يعني لو هتاخدها 3 دايمنشنال كده، ده الكراك اللي هنا، هلاقي بعد شويه الكراك ده ياخد المنطقه دي، بعد شويه الكراك ده ياخد المنطقه دي، بعد شويه ياخد المنطقه دي، بحيث لما بيحصل كراك فيلير بتلاقي باين، عارفين زي جذع الشجره بيبان ستايريشن اللي هي العلامات بتاعت حدود الكراك، بحيث ان لما تيجي عندك ماتيريال زي كده بتشوفها دي اتكسرت خلاص. مش عارف الصوره دي باينه عندكم ولا لا، هل تبان كده؟ هلاقي ان بدايه كان عندي الكراك هنا، هلاقي ان السيريشنز قعدت علامات على الماتيريال على السكشن اللي اتكسر بالشكل ده. يعني يمكن الاقي صوره ثانيه اوضح. الخطوط دي يعني الكراك الاصلاني كان هنا وقعد يكبر، وبعد شو بعد الضغط والشد، الشد والضغط كبر شويه،
شد والضغط كبر شد. واللي الحته اللي بتتكسر اللي بتتفتح بتبقى بيرمنت، فعشان كده بتبان لان ما ترجعش تاني. لغايه ما الماتيريال بتاعتي الكروس سيكشن هيتبقى منه جزء صغير قوي هو اللي قادر يقاوم فتقطع. بيحصل الكلام ده ازاي؟ عادة في الأجزاء الميكانيكال تلاقي مثلا واحد راكب عربيته فيها ترومبة مية مثلا، فجأة الترومبة دي تكون مكسورة، يقول لك ما كانت كويسة وشغالة معايا حلو وبتاع، هو مش عارف إن حصل فيها فتيج، وابتدى الفتيج من ساعة ما اشترى العربية بتاعته وظهر له بعد 5 سنين. ومهوش ماهوش فاهم القصه دي، مش عارف ان الحاجه من ساعه ما بيجيبها هيبقى فيها كراك سواء رضي او لم يرضى، والكراك ده هينمو مع الاستعمال سواء رضي او لم يرضى، ما هو بيكبر مع الوقت. وفي لحظه معينه يكون حظه رايح مشوار مهم يلاقي طرمبه الميه باظت. ماشي، هي بتبوظ ليه ومش ما بوظهاش ومش حد نحسه والكلام ده مش موجود، لأن يعني حصل ان هي بتتعرض لفتيج جوز تايم يعني راغبا او غير راغب. والفكره ان الكراك ده ما بتشافش بالعين المجرده، يعني ما تقدرش تبص على الماتيريال كده وتبص تلاقي فيه كراك، لا ده الكراك ده انفينيتيزمال، بمعنى ان الماتيريال بتبان نظيفه ما بيبانش فيها ان في فتحه بتطلع وتنزل والحاجات دي، لا يعني السطح بتاع الماتيريال لما تبص عليه ما تلاقيش اي مشاكل. بس يعني لو انت عاوز تشوف بقى ان في حصل، في ناس بتشوفها بالالترا ساوند مثلا، الالترا ساوند ده بيعمل صوت في الماتيريال فيبان فيها من الريزونانس بتاعها من رد الفعل بتاع الماتيريال الصوت بيتغير مع الوقت. نتيجه ايه؟ نتيجه ان بيحصل ريزونانس مع الفتحه، والفتحه دي بتزيد مع الوقت. فواحدة من الطرق اللي هو ألترا ساوند ريزونانس تشيك، فبيلاقي ان الصوت ده بيتغير مع الوقت. تغير الصوت ده هو دلالة على ان الكراك اتغير حجمه او اتغيرت مساحته. بالنسبة للطيارات الموضوع ده خطير جدا، لان جزء من الطياره مثلا في المحرك بتبقى الطياره جميله جدا ومفيش اي مشاكل فيها، وبعدين فجاه يحصل مشكله تعمل حادثه. عشان كده في الطيارات بالذات اكتر من العربيات بيقول لك هو عارف عمر الحته قد ايه، بمعنى الاستخدام، واحنا هنحسب العمر برضه مع استخدام الماتيريال، عارف انها تشتغل سنة ونص، فيقول لك لازم تعمل تغيير الاجزاء دي والا ما تاخدش سماح بالطيران، ما تاخدش اجازة الطيران. تقول له ما الحاجة الجميلة هي تلمع وبتاع غيرها ليه؟ يقول لك يعني في ناس اللي هم اللي عندهم جهل بالموضوع بيتهموا الشركات بالنصب، يقول لك الحاجة جميلة وشغالة وبتاع، هي فعلا جميلة وشغالة لكن فيها كراك انت مش شايفه. فعشان كده الطيارات بالذات بتعمل بريوديكال ريبليسمنت للأجزاء المهمة، يقول لك الطيارة بتاعتك طارت كذا ساعة غير الجزء ده، وإلا دوليا مش مسموح لك انك تاخد إجازة طيران، غير الاجزاء دي الاول. رغم انك بتشوفها تطلعها من المكنه تلاقيها كلين مفيش اي مشاكل، ولكن المشكله ان بيحصل هذا النوع من الفيلير بروجريسيف مع الوقت ولا يرى، ما تشوفوش الا لما تتكسر. لما السطح بيتكسر يقول لك السطح بتاع الفتيج ده بيبقى خشن، عشان الستايريشنز دي بتخليه خشن خشن، بس السطح اللي فوق واللي تحت تقريبا المسافه بينهم زيرو. المسافه بينهم بتبقى من الاوردر بتاع الملكيول بتاع الماتيريال، فما تشوفوش بسهوله.
حتى بالبص كده واحد بيقول لك ما انا شفته. لو انت شفت بقى الماتيريال فيلد انت مش واخد بالك، بس لو الكراك ده اتشاف يبقى انت الماتيريال حصل لها فيلير. نعم اتفضل. لو انا الماتيريال اللي جايبها دي المفروض ان مصنعه بطريقه بحيث ان مفيش فين الكراك يكون موجود او في ديفيشنس خالص، انا فاضل ناقصين حديد بس، ازاي انا اعرف العمر اللي هيعيش السلك اللي بيصير ده اوريدي انا مش مفيش في كراك؟ نعم يا استاذ. بص، اولا الكراك موجود يعني مفيش ماتيريال بيرفكت. اي ماتيريال في الدنيا ايا كانت طريقه التصنيع بتاعها فيها يا انر كراك يا اكسترنال كراك. ليه؟ لان الكراك ده ممكن يكون اساسه بعض الشوائب اللي في الماتيريال، ومفيش ماتيريال ما فيهاش شوائب. الكراك ممكن يكون على الجرين باوندرز بتاعه الكريستال بتاعه الماتيريال. يعني وانت بتعمل الماتيريال هي مكونه من جرينز، هل تعرفوا الكلام ده ولا لا؟ على الجرين باوندري بيبقى فيه ماتيريال مختلفه عن الماتيريال الاساسيه. تلاقي الكراك الباوندري دي على اوكسايدز وكربايدز وخلافه. فالماتيريال دي الكربايدز والاوكسايد بتبقى بريتل، ممكن مع اول تحميل تلاقي حصل لك كراك في البريتل ماتيريال. ماشي؟ ف مع الماتيريال لو حتى سنجل كراك، قصدي سنجل كريستال، هتلاقي عليها في الانر بتاعهم. يعني حتى لو الماتيريال بتاعه السنجل كريستال مكونه برضو من سيلز، مكونه من جرينز، حتى السنجل كريستال اساسا مكونه من جرينز. بتلاقي على الجرينز دي ممكن يكون في المنطقة ديت البريتل ماتيريال على السيرفس بتاع الجرين اتكسر. يعني مفيش طريقة تحقق بيها ان الماتيريال از كراك فري. هو بس الكراك ممكن يكون مايكرو كراك، ده يبقى من الاوردر بتاع مولوكيولز، او في كراك بيظهر من الديسلوكيشنز اللي في الماتيريال. خدت ميتالورجي؟ سمعت عن الكراك؟ بيحصل فيها على السليب بلينز بتاع الكراك دي. الماتيريال السليب بلينز جزء منها بيزحلق على الجزء الثاني. الجزء ده اثناء زحلقته بيكون فيه مولكيولز هنا ومولكيولز هنا. مجرد ان اثناء الزحلقه دي المولكيولز دي تاخد الوضع ده يتكون لي هنا كراك اثناء الزحلقه دي. يعني هما دول بيبقوا لابسين، يعني الكريستالز دي تبقى حبه كده والحبه تانيين كده. لو حصل على السليب بلين ده ان الماتيريال دي زحزحت نص الديامتر بتاع المولكيول وجت بالشكل ده، هنقول في المنطقة دي حصل الفرق ده. فلا توجد ماتيريال كراك فري، هيكون يا مايكرو كراك زي ده يا ماكرو كراك زي ده، يكون من اوردر بتاع المولكيولز يا من الاوردر بتاع الجرين باوندري. ده موجود، مش من عوضه. يعني مش المقصود، انا بقول لك الحاجه اللي كنت بتكلم فيها اكبر شويه في الماكرو كراك، ان فيها عندي هنا الراجل وهو بيصنع الماتيريال بتاعك عمل بالبنطه بتاعته او بالتول اللي بيستعملها سكراتش على السطح. السكراتش ده انت مستهيفه، لكن السكراتش ده بعد 5 سنين هيكون هو سبب الفيلير. ليه؟ لان ده عمل لي كراك خلاص،
هيبتدي ينمو مع الوقت زي المنظر اللي شفناه هنا ستايريشنز. والستايريشنز دي بتعني ان الماتيريال اللي فوق اتفصلت عن اللي تحت خلاص، والفصل بتاعها بيرمننت يعني مش هترجع تلحم تاني. واذا وصل حجم الستايريشنز الى حجم كريتيكال بحيث اللي تبقى من الماتيريال كان يدوب اللي بيستحمل تنشن، تقوم الماتيريال اقوى منك. ولذلك الخطوره في الكراكس بتاعت الفاتيج دي انها تحدث فجاه، يعني الفيلير بيبقى بيحدث فجاه اللي هو الكاتاستروفيك فيلير بيحصل فجاه، ولكن الفيلير بروجريسيف مع الوقت. يعني ايه هو الفيلير هنا؟ اللي هو فتح الكراك ده مع الوقت بيحصل بروجريسيف مع الوقت. لكن الكريتيكال كراك او الكاتاستروفيك كراك اللي هو المشكله اللي تحصل تحصل فجاه، غالبا ما بيبقاش ليها اي انذارات. ولذلك بقول لك في اجزاء الطيارات بيتفادوا العمليه دي، لان عارفين الطيارات دي لو حصل فيها مشكله انت بتبقى في السماء، لما يحصل لك مشكله مفيش حل. فبيتفادوا المشاكل بتاعه الكراك ازاي؟ انه يعمل بيريوديكال مينتنس، يشيل الاجزاء اللي هو عارف ان هي خلاص هتبوظ وهتبقى قابله انها تنكسر بعد 5 سنين، لازم تتغير قبل ال5 سنين. ويبقى فيه التيبلز دي بالنسبه للطياره بيعمل لها جدول للصيانه الدوريه وللاجزاء اللي هيتعصب لها صيانه. ولما تروح الاجازه بتاعه الطيران بتعمل سنه بسنه، اللي هي الاجازه بتاعه الطيران اللي هو يقول لك السماح بان الطياره تطير، تاخد بيرميشن بالطيران. عشان تاخد البرميشن بالطيران ده واحد من الدوكومنتس بتاعتها البريوديكال مينتنس والبريوديكال ريبليسمنت بتاعت الكومبوننتس. ده بتبقى ورقه مهمه مع الطياره، بالاضافه للورق تاني خاص بالطياره صحته مش عارف الكشف الطبي عليه لكن بالنسبه لاجزاء الطياره لازم الورق ده يتقدم مع الورق بتاع الحصول على اللايسنس. وغالبا كان ليا تجربه في العمليه دي، الراجل اللي بيراجع على الورق ده بيختاروه اغبى واحد فعلا. ليه؟ هو يعني من كثره معاملته مع الناس بيبقى ستيف جدا، لانه عارف ان لو لخبط هيحصل حادثه وهو اللي هيروح فيها. فدايما بيبقى غبي، ما عندوش تفاهم، الحاجه ديت مش مظبوطه بيقول لك ارجع، وعاده بيبقوا بيشاور بينهم. يعني ما ده الكلام ده في الطيارات الصغيره والكبيره. طالما انك عندك طياره ورايح تعمل لها اجازه لازم تكون زي ما تكون رايح المرور. زي بتوع المرور كده، بس اخدت كتير من بتوع المرور. يعني ليه؟ لانه عارف ان مشكلته ان في حادثه ممكن تحصل بسبب الاوكي بتاعته، وهو هيروح فيها على طول. غالبا لو عدى حاجه بتبقى مساله خطيره بالنسبه له. نعم. والكراك اللي حصل فيلير بعد ما عملت تنشن وكومبريشن، هل لو انا كنت جبت نفس الفورس اللي عملت تنشن وكومبريشن دي وسبتها هي بس ثابته لنفس مده 5 سنين، هل هيحصل فيلير ولا لازم تبقى هي بتتغير؟ ما فهمتش سؤالك. هل يعني ايه؟ ثابتة يعني تنشن. غالبا يعني لو انت بادي على الماتيريال من الاول ما يحصلش فيلير، لكن لو انت الماتيريال بتاعتك عاشت حياتها شوية مع السايكليك فالعمر بتاعها بيقل. عشان السايكليك بيبقى فيه تنشن. ما هو لو انت قصدك هحط تنشن بس، التنشن بس مش هيعمل لك فتيج، فبالتالي الماتيريال هتستحمل. فلو ان اندر تنشن هتبقى هتستحمل ال 40، لكن لو ان هي اندر فتيج مش هتستحمل غير 20، لان الفتيج بطبيعته سايكليك. السؤال بقى المفروض يتسال، طب لو انا قعدت خليت الماتيريال دي اندر اللود
اللي هو العشرين نص عمرها مثلا، هتلاقي الاستنس بتاعتها بتقل، لان لحظة الفيلير الاستنس بتاعتها بقت 20 بس. ممكن بعد سنة تلاقي الاستنس بتاعتها بقت 30، بعد سنتين تلاقي بقت 25، في وقت نهايتها تبقى 20. يعني اليلد او الالتيميت ستريس بتاعه الماتيريال اندر فاتيج لود اللي هو سايكليك بتقل مع الوقت. وبرضه هي بتقل ليه؟ لان الريزيستنج سيكشن بيتناقص. فانت ممكن لو لما اقول مثلا الكومبوننت بتاعتي قضت نص عمرها، ممكن بعد نص عمرها ده تلاقي الاسترنس بتاعتها بقت الربع، مش شرط ان النص تبقى النص. خد بالك؟ يعني نشوف الكيرف ده، هنا بيقول لك استرس امبليتيود مع النمبر اوف سايكلز. الكيرفات دي بتتعمل عاملها على اثنين ماتيريال ستيل والومنيوم. الكيرفات دي بتتعمل ازاي؟ طالما ديت قال لك النمبر اوف سايكلز وده الاستريس امبليتيود، معناها ايه؟ لما تشوف كيرف زي كده بنفهمه ازاي؟ معناها انه عرض الماتيريال دي لسايكل كلود، ده اللي بيسموه الامبليتيود. كويس؟ الامبليتيود اللي هو الفرق بين الماكسيمم تنشن وماكسيمم كومبريشن. وبيقوم يعني لازم يكون فيه جزء تنشن وجزء كومبريشن والاثنين قد بعض. وبيرسم الماتيريال دي، يعني الكيرف اللي هو قدامكم ده جه ازاي؟ عمل التستنج ده، جاب الماتيريال وعمل التستنج ده، وبعدين بيسجل هي اتكسرت امتى. ده ازاي الناس درست المساله دي قبل الحرب العالميه الاولى؟ ده تاريخ قديم، لانهم اكتشفوا وكانوا خايفين منها قبل الحرب العالميه الاولى. وتعاملت الالومنيوم وتعاملت الستيل. الكيرف ده بيتعامل ازاي؟ بيعرض الماتيريال دي لستريس امبليتيود على مكنه لغايه ما تتقطم. يعني كويس؟ يلاقي الماتيريال دي اتكسرت بعد عدد من السايكلز، بيقوم حاطط نقطة بتوري لي عدد من السايكلز وهي اتكسرت عند امبليتيود بكام. بيور اكسبيرمنتال داتا. وبعد كده يجيب نفس الماتيريال ويصغر الامبليتيود اللي هو الفرق بين الماكسيمم تنشن وماكسيمم سمبل هارمونيك. الامبليتيود هو الفرق بين الماكسيمم تنشن والكومبريشن. يصغرها ويشوفها هتتكسر بعد قد ايه. يصغرها شو هتكسر بعدين. طبعا كل ما يقلل الامبليتيود دي العمر يزيد ولا يقل؟ يزيد. هو ده اللي بيحصل، يقلل دي يلاقي العمر ده. ايه سؤالك؟ بس احنا بنقول بيدي هي سيمبل هارمونيك اذا فيها التنشن والكومبريشن قد بعض. ده اللود اللي انت بتعمل عليه التجارب. انا بقول لك ازاي والله هتفهم، بس اصبر عليها شويه. يعني اول دراسه اتعملت لهذا الكلام، المكن كان بيتيح للناس يمسك الماتيريال يشدها ويضغطها، يشدها ويضغطها. يعني ايه؟ مساله سهله، انك بيمسك، انت عارف زي مكنة الخياطة، يعني بيعمل حاجة بتلف كده، والحاجة اللي بتلف دي بيضغط الماتيريال ويشدها. مكنة ده التنشن اهو، المكنة دي بتقدر نتيجة الحركة دي يضغطها ويشدها، يضغطها ويشدها. كويس؟ فدي كان الارم اللي بيضغط بها الماتيريال ويشدها. فكان في الحته دي بتلف كده تضغط شد، فالاثنين قد بعض.
دي اول تجربه عمل. هو عاوز يعرض دي لسايكل كلود، والسايكل كلود اسهل سايكلود كان جنريتد حتى في المكان اللي موجود دلوقتي، هو السيمبل هارمونيك، يكون فيه الشد قد الضغط. وبيحاول يقول لك السيمبل هارمونيك ده، ولذلك هو كان بيقول الامبليتيود عشان يقسم على 2 يطلع الماكسيمم تنشن كام والماكسيمم كومبريشن كام. فرسم العلاقه بين عدد المرات اللي حصل بعضها الكسر والامبليتيود، وسمى ده الاستريس ان او الاستريس نمبر سايكلز دياجرام او الاس ان دياجرام. الاس ان دياجرام ده عباره عن دياجرام معمول ما بين الامبليتيود اب تو فيلير فيرسس النمبر اوف سايكلز اب تو فيلير، ويبقى الماتيريال دي متعرضه تنشن كومبريشن كويس، والاثنين قد بعض، والان ده هو عدد النمبر اوف سايكلز تحت هذا الهارمونيك لود. اتعمل الدياجرام ده للالومنيوم واتعمل للستيل، بس كان فيه فرق واضح ان بالنسبه للالومنيوم كل ما تقلل الامبليتيود يزيد العمر، تقلل الامبليتيود يزيد العمر، قلل الامبليتيود كويس. بالنسبه لانواع الستيلز، وده بسبب ميتالورجيكال نتيجه التكوين الميتالورجي بتاع الماتيريال، حصل ظاهره اخرى ان تقلل الامبليتيود يزيد العمر، قلل الامبليتيود يزيد العمر، قلل الامبليتيود يزيد العمر. وبعد عمر بعد امبليتيود معينه لقوا ان التغير في الامبليتيود صغير ولكن العمر بيزيد قوي لاي تغير قليل في الامبليتيود. فكان اللود الاستريس بيقعد يقل والعمر يزيد، يقل والعمر يزيد. بعد كده قال لك ان العمر بيزيد بشكل كثير تقريبا بعد الاستريس ده او بعد الامبليتيود دي. عشان كده سمى الكيرف ده، قال لك ده الانديورنس ليميت. نظريا الانديورنس ليميت بعد هو عباره عن الاستريس امبليتيود اللي بعديه العمر بتاع الماتيريال يبقى ما لا نهايه. طبعا ما لا نهايه دي عندنا بالكتير هي 10 مليون. يعني ما لا نهايه يقول لك عمر، هنا مثلا بيتكلم على ارقام اضخم بكثير يعني. لكن بالنسبه للستيلز المليون ده 10 مليون ده يبقى عمل اللي عليه. نعم. انا هعرف بقى منين بشكل عام في حياتي العمليه النمبر اوف سايكلز اللي هيقعد. الانديورنس ليميت ده موجود في الستيلز بس، لكن مش موجود في الالومنيوم، مش موجود في النحاس، مش موجود في اغلب الماتيريال. هو حاجه بتميز الستيلز ان بعد امبليتيود معينه بيلاقوا العمر زاد قوي. لسه انا ما اتكلمتش، انا بنعرف الموضوع بس. يعني هنا عرفنا الكيرفات دي جت منين، دي كيرفات عملي. لا هنا الاستريس مش الاسترين، عباره عن الاسترس. يعني بقسم بيعمل التجربه بتاعتي دي وبشوف ان اللود اللي عندي بي، بجيب البي على الاي بيدي لك الاسترس صح، والاسترس ده
بيجيب الامبليتيود بتاعته. اقصد يعني الشكل ممكن يبقى او يبقى شكل لا، الماتيريال دي غالبا كانت بتتعمل، ده سؤال كويس، لسيركولار سيكشن. زمان كانت السيركولار سيكشن هي الاسهل، الوقت بيعملوا اسهل التيب او بيسموها اللي هو المربع، لكن التجارب القديمه كان بيعمل لك ده بيسموها كوبون، يعني بتلاقي الماتيريال بتاعتي واخد الايمنت كده، ده الكوبون ده اللي بيستخدم، عباره عن ريكتانجلر كروس سيكشن، وده الجزء اللي بياخده يشده ويضغطه يمسكه من هنا ومن هنا ويشغل المكنه دي طالع ناس. زمان كان الاسهل في الماشيننج انك تعمل سيركولار كروس سيكشن، فاول تجارب اتعملت على السيركولار كروس سيكشن، لكن دلوقتي التجارب بتتعمل على ريكتانجولر. ليه؟ لان الريكتانجولر غالبا الاريا بتاعته بتبقى اصغر، فسهل على المكنه انك تكسره كويس، لكن السيركولار كروس سيكشن غالبا اصعب انه يتكسر شويه. فايا كان الكروس سيكشن اللي عندي انا بقسم اللود على الاريا، يطلع الاستريس اللي بحطه هنا هو الاستريس امبليتيود. فالحقيقه ما يهمنيش نظريا هي الكوبون شكله ايه، لان باخد من الكوبون الجزء اللي يبقى الاستريس فيه ينفوره. انا لو عندي جزء من الطياره مثلا مش فيه ولا هو دايره ولا مستطيل ولا اي حاجه عامه كده، عشان كده انت بتحسب الاستريس. بشوف الماكسيمم ستريس فين بعد كده اشوف بالظبط، فتشوف الماكسيمم الاستريس، لان ده الاستريس ده لو عندك ستراكشر تحسبه ايا كان شكله، تحسبه الفاينايت اليمنت، تجيب الاستريس عند اعلى نقطه ودي اللي هيحصل لها فتيج، تقوم تشوف الكيرف بتاعك شكله ايه. لو طلع عندك الاستريس الامبليتيود اللي عندك 40، تبقى عارف ان تقريبا هيتكسر بعد 10 اس 5 سنتيمتر. كويس ايوه ايوه، الانفايرمنت والماتيريال ودرجه حراره بيفرقوا، عشان كده لازم بيحط لك ستاندرد. ليه؟ لان ممكن السبب من اسباب الماتيريال يحصل له فيلير ان يحصل كوروجن للكراك، فلازم يطمئن انه لما يتكلم عن فتيج مثلا فتيج وزود كوروجن، يعني ما يحطش ماتيريال بتتفاعل مع الماتيريال بتاعه الستيل او الالومنيوم، لان دي هتعجل بالفيلير، لان هتخلي الكراك اثناء ما بيتفتح بتاكسد، خد بالك. فاذا كان هيتفتح وتاكسد العمر هيتاثر، عشان كده لازم يعمل او انه يديلك الداتا بتاعتك ان هي دي الداتا داخل في حساب الكوروجن، داخل في حسابه ان الماتيريال اثناء الفتح دي الهواء هيقدر يخش او الانفايرومنت بتاعته سواء كربون دايوكسيد او كاربايت او هيخش وهيؤدي الى كراك اوسع، ان كل ما تفتح الماتيريال هيحصل ديجراديشن للفيلير، جزء منها نتيجه الكوروجن وجزء منها نتيجه الاستريس. انت غالبا اللي بيسلمه ليكي هو تيست واحد بتاع الماتيريال اللي معموله في المعمل اند سايكل كلود و ستاندرد اتموسفير وستاندرد اير. ليه؟ لان الفرايتيز دي اكتر من انها تتحصر في الداتا، يعني لو قاعد بقى يبص كل حاجه ليه، سبب بسيط. لو ان هنا بيقول لك ان نمبر اوف سايكلز 10 اس 6 وفريد المكنه بتاعتك بتاخد في الطلوع وفي النزول بتعمل لي السايكل بتاعتي في ثانيه ونص
او صنع نسيج نص قليله قوي يعني الماتيريال طالعه نازله طالعه قولي في ثانيتين ماشي، ولو ان ده قليل شويه. لو الماتيريال دي بتعمل التستنج عليها وعايزه تعيشي لمده مليون سايكل، المليون سايكل ده ياخد وقت قد ايه؟ ها؟ لا مليون سايكل كم؟ انا بقول لك لو السايكل بتاعتك هتاخد ثانيتين يعني المكنه شغاله بسرعه، يبقى مليون سايكل ده معناه قد ايه؟ نعم؟ 555 ساعة. يعني كم يوم؟ تمام؟ يبقى كانه النقطه من او نقطه الداتا، لان كل نقطه من دي بتتعمل على الاقل خمس تجارب عشان ياخد الافرج. فاذا التجربه ديت عشان يعمل نقطه منها هياخد زميلك قال كم ساعه؟ 23 ايه؟ 23 يوم. يعني كانه هيقعد مشغل المكنه 23 يوم في 5، يعني عشان يجيب نقطه هيقعد 23 في 5 دخل في نعم 100 يوم عشان يجيب نقطه. يبقى كانه يعني قبل ما يخلص الكيرف ده هيكون خرج على المعاش. يعني عيب التجارب دي انها بتحتاج وقت كتير جدا، وانا بتكلم على مليون، ده مليون سايكل ده مقبوله. يعني هنا لو تلاحظ بتكلم على ايه، يعني دخل في الهبل، يعني يتكلم على 10 بس 10 يعني هيكون الاحفاد ماتوا كمان لما خلص التجارب. فاذا عشان كده بقول في الطيران بيعتبروا ان العمر هو 10 مليون، يعني ما بحصلش، لان حتى الطيارات ما بتعيش ال 10 مليون سايكل، لان السايكل دي في الطياره بتبقى الرحله مثلا. فالطياره هتعمل كام رحله في حياتها؟ كل الداتا لسه بادئ على ما فتحت بقى ماشي. ففي لكن يعني بالنسبه للفتيج الداتا التي عرفت للماتيريال في بدايه العمل كانت عباره عن داتا وحيده اللي هي الهارمونيك داتا تنشن ايكوال تو كومبريشن فيرسس الان فيرسس النمبر اوف سايكلز. اللي ما عليهاش كومبريشن. الناس بعد كده من الداتا دي الفت تاليف كتيره، بس الاول الناس اللي قلنا قبل الحرب العالميه الاولى فكروا يعملوا العمليه دي، اتعملت برامج تجريبيه عشان يفهموا ايه الفتيج، يفهموا الماتيريال دي بتقصف بدري ليه. الماتيريال دي ما بتعيش زي ما يعني تيجي تعمل تيستنج الماتيريال اندر تنشن لا بتستحمل 40 كي اس اي، اندر فتيج تلاقيها عند ال 20 اتقطمت، ويمكن زي ما انتم شايفين دلوقتي ممكن اقل من 20 تتقطم. فبقوا محتارين يعني يعالجوا المساله دي ازاي، يعني احط على الماتيريال لود قد ايه بحيث انها لو عاشت 10 سنين تستحمل كويس. يعني ده كان السؤال، ازاي اخلي الماتيريال بتاعتي تعيش اثناء السيرفيس لايف. يعني ابتدى يظهر كلمه السيرفيس لايف. السيرفيس لايف ده هو العمر الافتراضي اللي انا عايز الماتيريال بتاعتي تعيشه من غير مغيره. السيرفيس لايف دي ممكن تكون انا عايز الكومبوننت بتاعتي تعيش سنه من غير مغيره، تعيش سنه ونص من غير مغيره. ده السيرفيس لايف ده هو العمر اللي بعديه الكومبوننت لازم يتغير كويس. هو فتيج ايه غير التنشن كومبريشن؟ الفتيج عموما، بس مش هتكلم على الكلام ده، الفتيج عموما بيأثر عليه الكوروجن او الاكسيديشن، بيأثر عليه درجه الحراره بالاضافه للعمر، وبيأثر عليه نوع الماتيريال. يعني الماتيريال بتاعتي نفس الستيل ممكن يكون مايلد ستيل، ستينلس ستيل، يعني انواع مختلفه رغم انها نفس الكومبوننت نفس الميجر
الكريستال بتاعته هي الستيل، لكن الكومبوننتس المختلفة ممكن تأثر عليه. فبعض الماتيريال بلاقي اهي نتيجة اديتيف معينة يحصل لي حاجة اسمها ذا جرينز بتاعت الماتيريال، الاقي ان الكراك يحصل انتر جرانيولر ما بين الجرينز، ده بقى له عمر. ممكن يحصل ترانس جرانيولر، يعني الكراك يخش في الماتيريال نفسها ما يعديش على الجرين دول. دي نفس الماتيريال عن نفس الستيل ونفس التركيب، ولكن هل الكراك حصل ترانس جرانيولر ولا انتر جرانيولر؟ نفس الماتيريال. وكذلك في الالومنيوم نفس الحكايه، ممكن يكون انتر جرانيولر او ترانس جرانيولر. كل تشكيله من التشكيلات دي بتؤدي لعمر مختلف. فانا عشان كده الناس لما ابتدت في العمليه دي قالت تدي واش واش كده، لانك لو وسعت العمليه مش هتفهم حاجه. اول ما ابتدى الكلام قال لك هناخد الستريس امبليتيود الناتج من هارمونيك لود فيرسس النمبر اوف سايكلز. لما جت الداتا دي ابتدت الناس تفهم، والكلام ده خد لحد دلوقتي حوالي 100 سنه ولسه الناس شغاله عليه. الناس لسه شغاله لحد هذه اللحظه على حاجتين، الفتيج وعلى الكريب. الكريب ده قصه اخرى برضو حاول نعدي عليها كده بسرعه، لكن الاثنين دول تايم ديبندنت. وبقى في الاثنين مع بعض، الكريب الفتيق قصدي الكريب ده عباره عن ايه؟ يعني المثل المشهور بيها انك تيجي تحمل البدله بتاعتك على تحط الجاكيته على شماعه. انت حاطط نفس الوزن اهو، البدله ما تخنتش ومعلقها في نفس الانفايرمنت في الدولاب في نفس الاوضه. تيجي تبص عليها بعد سنتين تلاقي ايه؟ نزلت تحت. دي بنقول حصل لها كريب تسحب. فدي برضو يعني تايم ديبندنت فينومنا، بس طبيعتها مختلفه. يعني هي طبيعتها اقول لكم كلمه كده برضو عشان تثبت معاكم، دي بتبقى عامله زي عجينه البيتزا. عارفين عجينه البيتزا مليانه خرام صح؟ عجينه البيتزا دي لما تعلقها كده وتقف شويه تيجي تبص تلاقي ايه؟ عماله تطول منك. الماتيريال زي كده بالظبط. فبتيجي تبص بس المره دي كميه اللي بسميه فويدز داخل الماتيريال اللي هي زي عجينه البيتزا المتخرمه دي، فبيبقى فيها الفويدز والمايكرو فويدز في حاله الكريب دي عماله تزيد مع الوقت لغايه برضو الماتيريال تتكسر. فالنوعين دول من الفيلير هما اللي لسه الى وقتنا هذا الناس بتحاول تفهمه. ليه؟ لان العوامل اللي فيهم كتير قوي. لكن اللي بنبتدي بيه في الفاتيج هو الهارمونيك سيمبل هارمونيك لود، بناخد الامبليتيود بتاعته فيرسس سايكل ونسجلها. الكلام ده لحسن الحظ اتسجل لعدد من الماتيريال من زمان. ده كويس؟ فالكيرف اللي قدامنا ده برضو واحد منهم، بس معناه ايه دلوقتي؟ واخدين الامبليتيود فيرسس النمبر اوف سايكلز ومسجلينه في تيبلز وفي داتا وفي اكثر من ايه؟ من اتجاه، وفيه انواع كثيره من هذه الداتا موجوده. بالنسبه للكيرف ده اول لعب في العمليه دي، احنا قلنا اللود اللي عندنا ايه؟ سيمبل هارمونيك. دكتور هو احنا ممكن بس نقف ناخد بريك ونرجع نكمل ماشي؟ بريك قد ايه؟